السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الحلقة الجديدة من بيت للكل نحاول إماطة اللثام عن حقيقة ما يكابده المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وفي سائر أنحاء بلادنا فلسطين بفعل الحرب العدوانية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. تمام يا خالد، فعلا مظبوط، أنا بتفق معاك تماما. والحقيقة يعني ما حدث في هذه الحرب على قطاع غزة وما حدث أيضا للقضايا الفلسطينية هو كمان التفاعل الكبير جدا للجيل الحالي. شباب وأطفال في سن صغيرة الحقيقة يتفاعلون وينضمون لهذه القضية لأول مرة في عمرهم، لأول مرة يكون في وعي، لأول مرة يكون في أسئلة، لأول مرة هم يشيرون كل من هو متعاطف مع القضية ومع أهلنا في قطاع غزة، وهم داعمون طول الوقت، وهم مقاطعون تماما لكل من ينضم إلى المحتل الإسرائيلي الغاشم. الجيل الصغير والشباب الآن أصبح لديهم فكرة الانتماء، فكرة العروبة، فكرة إنه لا، أنا حدافع عن أهلنا في قطاع غزة لأن ده جزء من عروبتنا، جزء من قضيتنا جميعا. أصبحت القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وما يشاهدونه الجيل الجديد جزء من يومهم تماما. نجد مثلا شباب صغير في قطاع غزة هم من يتفاعلون، هم من يقومون بمراسلة يعني باقي السوشيال ميديا أو كل من يشاهدهم، وهم ينقلون الصوت والصورة وكل ما يحدث في قطاع غزة بأسلوبهم، بطريقتهم، بعشوائيتهم الجميلة، بأسلوبهم، بأن هم ينقلون الحقيقة حتى لو كان القصف فوق المنازل. هذا ما يحدث اليوم على مواقع التواصل سواء من قطاع غزة أو مواقع التواصل الموجودة في مصر والموجودة في العالم العربي. الجميع من الجيل الحالي يدعم القضية الفلسطينية بوعي كبير ومختلف، وهم أول من قاطع كل من منتجات أو كل من دعم المحتل الغاشم، وهم أول من يؤيد كل من يدعم القضية الفلسطينية. نحن بخير مع هذا الجيل الجديد. لانا، مساء الخير، تحية لأهل فلسطين وتحية لتراب فلسطين وتحية للشباب الفلسطيني الذي استشهد وهو متمسك بأرضه وبحقه، وتحية أيضا وإكبار للشباب العربي الواعي هذه القضية وما تقوم به إسرائيل من أفعال وجرائم هي أسوأ ما أنتجت الأرض البشرية والإنسانية. الشباب العربي الذي قدم الرواية والقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل أجمع بكل نزاهة وبكل مصداقية دون تزييف أو تكذيب أو تضليل للحقيقة، وذلك لأننا مؤمنون بأننا أصحاب حق، وشتان ما بين صاحب الحق وبين مغتصب الأرض.